وبهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة الدكتورة فاطمة الكهجي عضو مجلس الشورى. بداية سعادة العضو نبارك لكم هذا الفوز بحصولكم على عضوية رئاسة اللجنة، وماذا يعني لكم هذا الفوز وما الذي يضيفه لمملكة البحرين في مجال الدبلوماسية البرلمانية؟ بداية أود أشكر تلفزيون البحرين على تهنئتي بالفوز الذي حققناه اليوم. طبعا ضمن مشاركتي لوفد الشعب البرلمانية البحرينية برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب في أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في القاهرة تحت عنوان التضامن العربي، تقدمت الترشح لرئاسة لجنة المرأة والطفولة في الاتحاد. نعم. وبفضل من الله تم انتخابي رئيسة للجنة، وطبعا هذا يعتبر إنجازا مضافا للدبلوماسية البحرينية. وأود من خلال هذا المنبر أن أعرب عن بالغ التقدير لأعضاء اللجنة لانتخابي رئيسة للجنة، ويعتبر هذا إنجازا بحرينيا يضاف لسجل الإنجازات في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وإنني أؤكد على أهمية تفعيل دور المرأة في المجتمعات العربية بما يضمن لها حقوقها في المشاركة البناءة والفعالة في المجتمع، وضرورة تعزيز مكانتها من خلال مشاركتها في المحافل الدولية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وكما هو معلوم للجميع أن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة في مجال تمكين وتقدم المرأة البحرينية من خلال وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات التي تدعم دور المرأة وتعزز مكانتها. وكوني امرأة بحرينية أفتخر وأعتز بالإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية وساهمتها في رفض المسيرة التنموية الشاملة، وكل ذلك طبعا بفضل دور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظ الله. وبالإضافة لكل ذلك طبعا السلطة التشريعية مملكة البحرين تحرص كل الحرص على سن التشريعات والقوانين التي تدعم دور المرأة البحرينية لحماية حقوقها من أجل الحفاظ على كيان الأسرة البحرينية، وبما يعزز دورها الفاعل محليا وإقليميا ودوليا. نعم سعادة العضو فاطمة الكوهجي عضو مجلس الشورى، نبارك لكم مرة أخرى فوزكم برئاسة لجنة المرأة والطفولة في الاتحاد البرلماني العربي ليضاف إلى سلسلة إنجازات مملكة البحرين في المحافل الدولية. سعادة العضو فاطمة الكوهجي كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا لك على هذه المداخلة.